التداولات ومباشرة من عمان الآن ينضم إلينا رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب رائد الخضر. رائد، إلى أين يأخذ دونالد ترامب سوق الأسهم في العالم؟ حقيقة يعني دونالد ترامب يضغط بشكل كبير من خلال التغييرات الكبيرة في السياسة في الولايات المتحدة الأمريكية وسياسة التعامل مع الخارج، وأيضا يؤثر على أداء الأسواق إجمالا. نحن نتحدث عن جملة من القرارات السابقة، سواء رفع الرسوم وأيضا يعني الضغوط الحرب التجارية التي ظهرت من الولايات المتحدة الأمريكية. كل هذه القرارات اللي كانت عم تصدر حقيقة هي لمكاسب سياسية داخل للتصويت اللي صالح ترامب خلال الفترة القادمة، لمكسب سياسي واضح داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وإن كان التأثير نوعا ما يعني يظهر سلبا على الأسواق الأمريكية بالتراجعات والضعف اللي شهدناه، وأيضا تقلبات الدولار الأمريكي. نحن ضغط الدولار الأمريكي يوم أمس سواء من بيانات التضخم من CPIs اللي طلعت عندي من الولايات المتحدة الأمريكية والتي كانت منتظرة بشكل كبير. طبعا القراءة جاءت مطابقة للتوقعات بقراءتها الشهرية وبقراءتها السنوية، ومع ذلك كان في عندنا يعني نوع من الضعف في الدولار الأمريكي نتيجة ارتياح نسبي أنه التضخم لم يخرج بعد على السيطرة، ولا حاجة لتشديد السياسة النقدية بشكل كبير قبيل قرار أسعار الفائدة المرتقب من الفيدرالي الأمريكي. إجمالا الدولار الأمريكي مرحلة يعني التقاط أنفاس خلال تعاملات اليوم، واليورو يستفيد من تصريحات ماريو دراغي بشكل أكبر. كيف شفت تصريحات ماريو دراغي اليوم؟ حقيقة يعني كان منتظر هذا الأمر. يورو قوي في المرحلة الحالية لا يخدم مستويات التضخم الأوروبية التي لا تزال بعيدة عن المستهدفات، وأن واجهت بعض التحسن في القراءات خلال الفترة الماضية بفضل كبير للسياسات التيسيرية والبرنامج الضخم. لكن يعني نحن عم نتحدث أولا كان في عندنا ضغط بضعف في الدولار الأمريكي مؤخرا، إضافة إلى تراجع طفيف في أسعار النفط أثر على تعاملات اليورو بعض الشيء، وعلى أداء المنطقة الأوروبية إجمالا، وعلى مستويات التضخم بعض الشيء. وأيضا في نفس الوقت عندنا تقليص للبرنامج، وتصريحات أخيرة كانت يعني قبل تصريحات اليوم كان الحديث عن إمكانية انتهاء هذا البرنامج بنهاية العام الحالي. تصريحات ماريو دراغي كانت مستهدفة لدعم مستويات التضخم مجددا للاتجاه الصاعد لتحقيق المستهدفات، لأنه الاستعجال من المنطقة الأوروبية حاليا لتشديد السياسة النقدية قد يؤثر على التعافي الذي تم تحقيقه على الأرض. رائد، بشكل سريع، الذهب طبعا ضعف الدولار والضبابية التي تحدث الآن عم بتدعمه، شفنا عدة جلسات من الارتفاعات، بس قديه ممكن يستمر هذه المكاسب للذهب؟ حقيقة يعني نحن درسناه فنيا لأكثر من مرة، وإضافة إلى المعطيات الأساسية في الأسواق، الذهب يعني يوجد صعوبة كبيرة في تحقيق مزيد من الارتفاعات خلال الفترة القادمة، وخصوصا إذا لم يعني نرتفع فوق مستويات 1350 دولار للأونصة، فالاتجاه القادم هو اتجاه هابط، خصوصا مع اقتراب قرار رفع أسعار الفائدة من الفيدرال الأمريكي. بالتالي يواجه بعض اللي كان في عندنا حديث عن سكاندلز وفضائح داخل اليابان وشينزو أبي، ذلك يضغط بشكل كبير على الأسواق الآسيوية وعلى الأسواق اليابانية على وجه التحديد. الين الياباني مؤخرا كان يعني يواجه ضعف واضح أمام الدولار، يعني اليوم يواجه ضعف أمام الدولار الأمريكي، لكن سابقا كان يعني خلينا نقول في ارتفاعات بعض الشيء عليه نتيجة تخوفات عالمية. لكن من المتوقع بشكل كبير أن الدولار الأمريكي سيواصل الارتفاع أمام الين الياباني خلال تعاملات على الأقل حتى اقتراب أسعار الفائدة من الفيدرالي الأمريكي، وبالتالي مو عندنا موجة ممكن تصعد بالين يعني حوالي 80 إلى 100 نقطة بالاتجاه الصاعد خلال الفترة القادمة. بالتالي هناك تركيز كبير على إمكانية عودة الدولار الأمريكي للسيطرة على الين يعني كزوج دولار أمريكي ياباني بالاتجاه الصاعد على الأقل خلال تعاملات الأسبوع هذا والأسبوع القادم. شكرا جزيلا لك رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب رائد الخضر. Thank you.